مشاهدينا لايف شبكه ان تي ان في كل مكان. الحقيقه متواجدين معاكم بمحافظه الاقصر، مدينه الشمس، الارض الطيبه، مدينه وعاصمه السياحه في مصر. ما كانش ينفع نكون موجودين في هذا المكان الرائع الا ما يكون موجود معانا محافظ الاقصر سياده لواء اركان حرب مهندس طارق سعد الدين. خلينا نرحب بيه، اهلا بيك معالي المحافظ، فرصه لي. اهلا وسهلا واهلا بيكم في الاقصر ومرحب بيكم في الاقصر. الحقيقه عايز في البدايه اعرف يا ترى محافظه الاقصر عدد سكانها تقريبا كم نسمه بالتحديد؟ يعني تقريبا في حدود المليون، يعني في حدود مليون، مليون نسمه. مليون، مليون نسمه. اكيد اي محافظ بيواجه تحديات لما بيجي المحافظه بتاعته بيلاقي بعض المشاكل. خليني اسال سيادتك التحديات اللي واجهتك بمحافظه الاقصر وانت تحلم وتعيش لحل هذه المشكله. والله انا قلت قبل كده ان كان اول لما جيت كانت تكاد تكون السياحه متوقفه تماما، وبالتالي في عدد كبير جدا من محافظة الأقصر شغال بالسياحة، وبالتالي كان الحياة بالنسبة لهم متوقفة. فكان ده أكبر تحدي ليا أول لما جيت، إن إحنا إزاي إحنا نرجع السياحة بشقايها، سواء السياحة الوافدة أو السياحة الداخلية. وبذلنا فيها مجهود، ويمكن هو ده المستمر معانا، علاوة على خلق فرص العمل. ليه؟ لأن إذا كان حتى الناس اللي شغالة في السياحة بدأت تشتغل شوية دلوقتي، ولكن في ناس تانية اللي هي ما بيشتغلوش بالسياحة ما لهمش فرص عمل. نسبة بالضبط. الشباب عالية جدا، وبالتالي محتاجين نخلق فرص عمل، وهو ده التحدي التاني اللي أنا بعتبره أن أنا بواجهه خلال الفترة القادمة إن شاء الله. الحقيقة في 5 فبراير تقريبا حضرتك حضرت افتتاح مؤتمر السياحة العربية، وشارك فيه حوالي 17 دولة تقريبا، يعني وكان دول عربية ما كانش دول أجنبية. إيه أهمية هذا المؤتمر وتوقيته بالتحديد لمحافظة الأقصر؟ والله أنا عايز أقول أن جميع المؤتمرات اللي هي بدأت عندنا في الأقصر ابتداء من شهر حوالي 11، الحقيقة كل المؤتمرات ديت كان بغرض دعم السياحة في الأقصر وتنشيط السياحة في الأقصر والوقوف مع الشعب الأقصري اللي هو عانى فترة طويلة قوي حوالي 3 سنين من التراجع السياحي. وبالتالي لما كنا بنأكد أن في مؤتمرات بتعقد وعلى أعلى مستوى، يعني النهاردة الجامعة العربية جات لنا، قبليها كان منظمة السياحة العالمية بتعقد المؤتمر السنوي بتاعها عندنا في الأقصر، واخبال حضرتك ازاي؟ علاوة على جامعة حلوان عملت برضو ندوة كبيرة جدا، وحضر فيها مجموعة من الألمان لأنها كانت بالتعاون مع جامعة ألمانية، وعملوا مؤتمر كبير جدا في الأقصر هنا. كل ده كله بيدي انطباعه، بيدي تأكيد على أن الحمد لله الأقصر بتتمتع بأجواء مستقرة، وأن الوفود السياحية عادت مرة تانية ليها. والوقت المناسب لعقد المؤتمرات في أي حتة في مصر تقريبا هنا في الأقصر، عشان الجو بتاع الأقصر في الفترة دي من السنة جو جميل جدا زي ما حضرتك شايف، وزي ما احنا كلنا مستمتعين بهذا الجو. سيادة اللواء، خلينا وإحنا بنتكلم بهذا القلب المفتوح وهذه الصراحة نتحدث بمنتهى الأمانة. هناك من يقول أن محافظة الأقصر من المحافظات المهمشة. ما هو موقع أو أهمية محافظة الأقصر من نظر حضرتك؟ وهل تؤكد على هذه المقولة أن الأقصر من المحافظات المهمشة والتي تعاني من إهمال؟ لا، أنا طبعا يعني مش عايز أقول كده. ليه؟ لأن حضرتك زي ما أنت شايف في الأقصر، أولا الأقصر كانت واخدة قبل 25 يناير 2011 كانت واخدة مجهود واخدة اهتمام كبير جدا كمدينة، ولكن نقدر نقول بقى إن بعض المناطق فيها وبعض المدن والمراكز زي مثلا مركز إسنا ومركز أرمنت، لأنه كان في آخر، أولا هو كان تبع إنا قبل كده وكان في آخر المحافظة، وبرضه لما جه في الأقصر بقى هو برضه آخر المحافظة، نقدر نقول إن تفتقر شوية لبعض الخدمات، والخدمات اللي بتقدم فيها خدمات مش على المستوى المطلوب، وهي دي الجزئية اللي نقدر نتكلم فيها. لكن كمهمشة أنت حضرتك شايف يمكن في الوجه البحري ما فيش مدينة زي المدينة بتاعت الأقصر اللي موجودة هنا، وانت حضرتك شايف شوارعها وجمالها ونظافتها والشوارع الواسعة، والسادة المحافظين السابقين الحقيقة بذلوا فيها مجهود كبير جدا، ويا رب اتعشم ان انا اقدر ان انا اكمل المجهود اللي هم بذلوه. يعني سيادة اللواء، خلينا نتكلم على خطة تطوير السياحة، وانت رجل سياحة من الدرجة الاولى لان حضرتك كنت رئيس للجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. خطة حضرتك لتطوير السياحة في الفترة القادمة، وانا اعلم تماما ان هذا الموضوع يشغل بالك. طبعا احنا مهتمين جدا ان احنا نخلق للأقصر أجندة سياحية على مدار العام. الأجندة السياحية بتتشكل دلوقتي. ليه؟ لأن احنا دلوقتي في بعض البطولات اللي مثلا بنحتضنها، في بعض المؤتمرات اللي بنحتضنها، في بعض المهرجانات
الفنانات اللي احنا بنحتضنها. احنا احتضننا مهرجان السينما الأوروبية رغم انه كان جاي في توقيتات يعني كل الناس قالت لا بلاش، لانه كان نهايته 25 يناير، واحنا الحمد لله رب العالمين عملنا حفل الختام بتاعته في اجواء رائعة في معبد الكرنك، والحقيقة حاز اعجاب ناس كتيرة جدا جدا، وحتى لو كان ما جابش المراد منه قوي، ولكن احنا اصرنا انعقاد هذا المهرجان في التوقيت بتاعه علشان خاطر كل سنة يبقى لنا جدول وأجندة لكل الأحداث السياحية دي والمهرجانات السياحية. تعامد الشمس على معبد الكرنك أصرينا أن احنا نحييه بالطريقة بتاعتنا بحيث أنه هو رسالة للعالم كله. وجه على فكرة يعني احنا برضو ما كناش متوقعين ليه، لأن زي ما قلت لحضرتك الرفع الحظر جه متأخر، وبالتالي السياح كانوا حاجزين أجازاتهم، لكن على الرغم أن احنا عملنا احتفال تعامد الشمس ولكن جانا أعداد كبيرة جدا من السائحين. كنت سعيد جدا الصبحية لما لقيهم جايين من الساعة 6 صباحا وجايين منتظرين تعامد هذا الشمس وهذه الشمس يعني. وفي نفس الوقت مهرجان السينما الأوروبية إن شاء الله الأسبوع الجاي الشهر الجاي في مهرجان السينما الأفريقية برضو احنا بإذن الله نقيمه عندنا، يعني هيقام هنا في الأقصر وإن شاء الله يعني هتشارك فيه أكثر من 41 دولة. فدي كلها يعني أحداث عايزة ان احنا نحتضنها وعايزة ان احنا نثبت توقيتاتها وتبقى الأقصر متعلمة بيها. انا نفسي اعمل مسابقة أدبية كبيرة جدا عالمية في الأقصر هنا. ليه؟ لان الأقصر بتتمتع شعبها في ناس كتيرة جدا جدا، أستاذ بهاء طاهر، أدباء ومفكرين وشعراء. الحقيقة يعني لازم هنحتضن هذا المهرجان، وانا بنسق مع بعض الشخصيات الأدبية الكبيرة إن إحنا نحتضن هذا المهرجان برضو عندنا هنا ونثبت له توقيت ويتعمل كل سنة. كل ده كله يعني في الحسبان، دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن النهاردة يعني السائح اللي بيجي من الغردقة، أنا بيجي لي بتاع حوالي مثلا يعني 1500 سائح من الغردقة بيجي ويمشي ويرجع. أنا نفسي أقعده، عايز أقعده ليه؟ أقعده يشوف حاجة. فتره اقامته بتبقى قد ايه تقريبا؟ بيجي من الغردقه بيجي الصبح، بيطلع الساعه 4 الصبح من الغردقه، بيجي هنا يمر على البر الشرقي والبر الغربي والكلام ده، وعلى اخر النهار بياخد بعضه ويرجع تاني الغردقه. يوم واحد يوم واحد اوفر داي. فبالتالي مطلوب ان احنا نعمل ايفنت هنا ليلي، عشان لان برضو انت السائح اللي موجود هنا دلوقتي النهارده بالليل بيعمل ايه؟ امتع حاجه ان هو يتمشى على الكورنيش او يقعد قاعده زي ما احنا قاعدينها كده، لكن احنا عايزين يبقى له حياه ليليه، وحياه ليليه نبع من التراث الاقصري. يعني انا مش حابب ان انا اعمل حاجات زي شرم الشيخ ولا زي ترفيهيه زي شرم الشيخ والغردقه، لا انا عايز اعمل حاجه ترفيهيه وفي نفس الوقت يعني نبع من التراث الاقصري. دي هتخلي السائح يجي، لانه السائح عايز يتفرج على الناس فاكره ان السائح عايز يتفرج زي بلده هناك، لا ده السائح هنا جاي علشان يشوف المجتمع الاقصري ده بيعمل ايه، وهو معجب جدا بالمجتمع الاقصري بدليل ان في عدد كبير جدا من السائحين المقيمين هنا في الاقصر وعايشين هنا ومتزوجين هنا ولهم انشطه في البلد يعني. فبالتالي بنقول ان احنا يعني انا لسه ما رسيناش على ايه اللي احنا هنعمله، ولكن هو ده اللي في دماغه، هو ده اللي بنبحث فيه مع أكتر من جهة مهتمة بهذا التراث ومهتمة بالأحداث اللي زي دي كده. علاوة بقى على أن احنا في بعض المناطق وبعض الأراضي اللي نقدر نقيم فيها بعض البنية الفندقية اللي مطلوبة، لأن يعني بإذن الله تعالى بإذن الله احنا متوقعين أن البومينج يحصل تاني. يعني الأقصر عمرها ما هتبقى كده. مش ممكن. ليه؟ لان لما نيجي نتكلم بقى في موضوعات اخرى هتلاقي ان نتيجه الناس ما كانتش متوقعه ان في يوم من الايام السياحه هتتراجع في الاقصر طبعا. فبالتالي ما اهتموش ببعض الانشطه الاخرى، لكن احنا بنقول دلوقتي ان احنا الانشطه السياحيه يعني لما تزيد الحركه السياحيه محتاجين نتوسع في القاعده الفندقيه، نتوسع في البنيه الاساسيه السياحيه. احنا عندنا مشروع طريق الكباش، او السيد وزير الاثار بيزعل من طريق الكباش، هو طريق الاحتفالات نقدر نقول عليه، ولكن ده يعني الحمد لله هنبدأ نشتغل فيه، يمكن أو بدأنا نشتغل ونكمل فيه. هو ما توقفش على فكرة، في أجزاء لسه في شغالين فيها بس المعدل بتاعه قليل شوية، لكن احنا شغالين فيه بإذن الله، وفي دفعة خلال الأيام الجاية في الشغل بتاع طريق الكباش واستكمال المشروع. في بعض العوائق من ناحية الاعتمادات المالية، ولكن عندنا أمل ان احنا نقدر. احنا كلمنا أكتر من جهة ومنتظرين
من الردود، ومع التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي بإذن الله تعالى منتظرين أن يبقى في رد فعل بالنسبة للاعتمادات بتاعتنا. سيادة اللواء طارق سعد الدين، الحقيقة مشكلة الباع الجائلين من مشاكل بتواجهها مصر على مستوى جميع المحافظات. هل محافظة الأقصر بمنتهى الأمانة تعاني من مشكلة الباع الجائلين؟ وإذا كانت بتعاني بالفعل، هل هناك حلول ليهم ولا لا؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الباع الجائلين زي ما أنت بتقول كده مشكلة المشاكل في كذا مكان. إحنا عندنا هنا كان عندنا ثلاث مشاكل. المشكلة الأولانية الباع الجائلين في إسنا، وكانوا قافلين طريق أحمد عرابي منذ فترة طويلة، ومش عايز أقول من قبل الثورة كمان. وكان في أرمنت برضو باع جائلين قافلين المنطقة، وفي الأقصر هنا في شرق السكة باع جائلين قافلين المنطقة. لما تيجي تشوف إن الأجهزة التنفيذية عملت لهم أسواق وأسواق حضارية وهم مش راضين يدخلوا فيها. يعني أحمد عرابي كان معمول له سوق حضاري ومعمول له تند ومصروف عليه، هم مش عايزين يقعدوا فيه. بس عايزين يقعدوا ساعات. بعض الباعة الجائلين بيشتكوا ان الاسواق البديله حتى لو كانت متطوره في خارج المحافظه او بعيده عن رحلات السياح اطلاقا. لو حضرتك رحت اسنا هتلاقي السوق الحضاري ده جنب احمد عرابي، جنبيه مش بعيد عنه ابدا، وفي وسط البلد، وعملنا ثلاث اسواق كمان. لكن هم بطبيعتهم كل واحد عايز يبقى هو الاول، فبالتالي العشوائيه ديت احنا الحمد لله الأسبوع اللي فات قضينا على أحمد عرابي خالص، إحنا هزيناه تماما. ويمكن حضرتك شفت اللي جه في الجرداني اللي قافل بقه ده بقفل علشان خاطر إن تشال الكشك بتاعه. أنا نزلت رئيس المدينة نزل تصريح بعد ما جبنا مسيره من المركز ولقيناه إن عنده 45 سابقة ومسجل خطر والكلام ده. دي كلها عمليات بتتعمل علشان خاطر تثير الرأي العام علينا، لكن إحنا نظفنا البقرة الفاسدة دي ده بقرة فساد. كان أحمد عرابي ده بقرة فساد، الحمد لله نظفناه تماما، وقوات الأمن مشكورة أزالت كل الإشغالات فيه وفتحته، وإحنا دلوقتي بنرصفه. أرمنت السيد رئيس المدينة بالتفاهم مع الناس دخلهم السوق الحضاري، والحمد لله مشكلة تانية اتقضت بإذن الله. شرق السكة السوق اللي هنا في الأقصر بإذن الله يعني خلال 48 ساعة بإذن الله هيكون داخل مكانه بإذن الله. سيادة اللواء، في الفترة الأخيرة كان في زيارة لوزير التربية والتعليم بمصاحبة مدير الوكالة الدولية للتنمية بهدف عرض استراتيجيات الوزارة الجديدة والسعي للشراكة مع الوكالة. ايه صدى هذه اللقاءات المتعددة وبالتحديد مع وزارة التربية والتعليم؟ والله احنا عملنا مؤتمر شعبي كبير جدا للسيد وزير التربية والتعليم والوفد المرافق ليه، والحقيقة كانت زيارة مثمرة وزيارة جميلة، وهو عرض الاستراتيجية كلها، وكان في نقاش وكان في نماذج للاستطلاع اتوزعت على كل المهتمين بالتربية والتعليم اللي حضروا المؤتمر، وكانت القاعة كلها مليانة. والحقيقة كل الناس دي تجاوبت، وهو كويس جدا ان يبقى في حوار شعبي قبل ما يبقى التعليم. انت عارف حضرتك مشكلة كبيرة جدا عندنا في مصر، ما زلنا بنواجه ان التربية والتعليم لها مشكلة كبيرة جدا في مصر، ومش زي ما احنا نتمنى ان مصر يبقى التربية والتعليم بتاعتها بالمنظر ده. ولكن هو بذل مجهود، والحقيقة حطت افكار كويسة، والناس تجاوبت معاه وتوزع عليهم النماذج، وكل واحد كتب الرأي بتاعه واتلمت، واعتقد دي هتدرس. دي بالنسبة للزيارة. الزيارة التانية، الحاجة التانية ان هو كان وعدني ان هو هيعمل مصنع للتابلت هنا في الأقصر. الحمد لله اتأكدت القرار، اتأكد في الزيارة بتاعته، وبإذن الله في مدرسة الصنايع هيتعمل مصنع للتابلت، يبقى تاني مصنع تابلت موجود في مصر بإذن الله هنا في الأقصر. فدي حاجة كويسة جدا، ويعني على الأقل هيبقى في إيد عاملة بتشتغل وفي فكر بيشتغل. لازم أسأل حضرتك على إسكان الشباب، و الشباب ينادون بحقهم في أو بحقهم في وجود إسكان للشباب داخل محافظة الأقصر، رأي حضرتك؟ إسكان الشباب كان موجود في الأقصر. أنا لما جيت لقيت في منطقة مثلا فيها 1000 وحدة سكنية للشباب، في منهم 400 وحدة سكنية جاهزة متشطبة وجاهزة، ولكن للأسف من غير مرافق. وبالتالي يمكن كان تاني أسبوع لما جيت هنا نزلت للسيد وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، وعرضت عليه كل مواقف مشروعات الإسكان اللي عندي المتوقفة، متوقفة عشان المرافق أساسا يعني. وبالتالي هو الحقيقة جه في المشروع اللي هو فيه 400 وحدة سكنية أمر بإنشاء محطة صرف فوراً،
ومحطة معالجة ورصد المبالغ وكلم المقاولين العرب وهو قاعد على أساس تبدأ الشغل مباشرة. هم شغالين، يمكن محطة الصرف هتخلص إن شاء الله يمكن خلال 15 يوم، محطة المعالجة هي للأسف اللي هتطول شوية وممكن تخلص على آخر السنة. مش هقدر أسلم المساكن ديت إلا لما نخلص لها المرافق بتاعتها كلها. في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، المرحلة الثانية احنا لنا 1876 وحدة سكنية القوات المسلحة استلمت الأرض وشغالة فيها دلوقتي الحمد لله. المرحلة الثالثة من الدعم القطري برضو 2040 وحدة سكنية احنا برضو شغالين فيهم واستلموا الأرض برضو القوات المسلحة. الحقيقة بإذن الله تعالى يعني الإسكان أعتقد هياخد دفعة قوية جدا خلال الفترة الجاية، لأن كل الناس شغالة، يعني القوات المسلحة الهندسية شغالة في كل المواقع دي كلها مع بعضيها. وإحنا بنبحث، كنا النهاردة كان في مؤتمر عشان توصيل المرافق لهذه المساكن يبقى ماشية بالتوازي مع الإنشاء بإذن الله. بما أننا بمحافظة الأقصر ما زلنا نتحدث عن السياحة، وحضرتك قمت بزيارة زيارات عديدة الحقيقة لسفراء في محافظة في القاهرة أو خارج القاهرة لرفع الحظر عن السياحة عن محافظة الأقصر، تقول لي حضرتك بسرعة كده نتائج هذه الزيارات. والله النتائج الحمد لله كويسة جدا جدا. احنا دلوقتي ما عندناش حد عامل حظر على السياح بتوعه، يعني احنا لما رحنا للسياح دول للسفراء دولت وبعدين رحنا لندن واترفع الحظر وبقية الدول كلها بدأت ترفع الحظر. النهارده انا يعني بعد ما اسيب حضرتك هروح اقابل وفد ياباني، اول وفد ياباني مشرفنا جنة اليومين دولت بعد الحظر، ويعني في تتابع على طول. الالمان بيوصلوا الحمد لله، في 4 طيارات شارتر اسبوعيه بتوصل لنا من المانيا، بتيجي كل اسبوع. احنا عندنا تقريبا حوالي اكتر من 860 سائح الماني موجودين اوريدي في الاقصر دلوقتي، وبصفه مستمرة كل يوم ثلاث بيجينا الطيارات ديت. الحاجة الأحسن كمان إن على بدايات مارس الجاي في الطيران الشارتر كله بتاع شركة كبيرة جدا في الشارتر هيبدأ إن هو ينزل لنا السياح من مختلف بلاد العالم. والحقيقة يعني إحنا بنشكر طبعا معالي وزير السياحة هشام زعزوع على المجهود بتاعه في عودة هذه الخطوط، والسيد وزير الطيران طبعا يعني على استجابته، لأن ده كان مطلب رئيسي ومطلب أساسي إن إحنا نعمل طيران مباشر من عواصم الأوروبية ومن عواصم العالم للأقصر إن شاء الله. الحقيقة السيدة كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسات الدولية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي قامت بزيارة إلى محافظة الأقصر، وأنا عارف حضرتك كنت في استقبالها، وأعتقد جايز كان معها العيلة أصلا يعني أو أعتقد كان معها زوجها ومعها ابنها وخطيبته ومعها بنتها، والحقيقة كانت زيارة جميلة جدا جدا. وإحنا يعني هي كان لها انطباع أكيد طبعا، هي كانت مبهورة بالجو بتاع الأقصر وشمس الأقصر والمناظر الطبيعية اللي هي شافتها. يعني الحقيقة كانت محور الزيارة بتقول أنا مش عايزة أمشي، أنا مش عايزة أرجع، ولكن طبعا هي مرتبطة بإجازة. لكن كون إن ليدي أشتون إن هي تختار مصر والأقصر إنها تقضي فيها أجازتها مع عائلتها، تأكد تماما أن دي كانت دفعة قوية جدا وصبرت جامد جدا ودعم جامد جدا للسياحة لمصر في التوقيت ده وللأقصر بالذات. أنا مش عايز أقولك أن في بداية الزيارة بتاعتها كانت نسبة الإشغال 15%، وهي ماشية كانت نسبة الإشغال 33%، يعني تضاعفت أكتر من ضعف النسبة كمان. فدي كلها حاجات كويسة، ودي كلها رسائل للعالم كله، تعالوا زوروا مصر، تعالوا زوروا الأقصر. الأقصر اتظلمت، الأقصر ما كانش فيها مشاكل علشان خاطر ان البلاد تدي عليها تحذيرات والكلام ده، لكن الحمد لله يعني الأمور بدأت تتفك، ونأمل يعني ان الفترة القادمة تبقى احسن بكتير ان شاء الله. سيادة اللواء طارق سعد الدين، في نهاية اللقاء معك بتحلم بإيه في محافظة الأقصر؟ والله بنحلم احلام كتيره جدا يعني. يبدو الاحلام كتير قوي. الاحلام كتيره فعلا، يعني احنا نتمنى ان الاقصر تبقى مدينه عالميه بالمعنى الرئيسي بتاعها، مدينه تراث
عالمي الناس تجيلها والناس تجد الراحة وتجد المتعة فيها والخدمات بتاعتها تبقى على مستوى عالي وكبير ومش أقل من أي مدينة في أوروبا. ويعني أنا عندي أمل في هذا الموضوع. شعب الأقصر شعب طيب جدا وشعب محترم جدا ومثقف وجميل وعنده حس فني رائع جدا. يعني بقول إن يعني بإذن الله ما كانت الأقصر ربنا قدرني ونقدر إن إحنا ننهض بيها بمعاونة شعبها بإذن الله. اللواء أركان حرب طارق سعدين محافظ الأقصر، خليني مرة تانية أقول لحضرتك شكرا على هذا اللقاء، شكرا على هذه الصراحة، شكرا على أحلامك اللي أنت بتحلم بيها لهذه المحافظة الرائعة الرائعة. هيكون لنا المزيد من اللقاءات إن شاء الله مع حضرتك، بس مش والسياحة 33%، مش وهي 69%، إن شاء الله نيجي والإشغالات 100%. شكرا إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنشكركم، متشكرين جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا ده لقاءنا مع السيد اللواء أركان حرب طارق سعدين محافظ الأقصر، وإن شاء الله هيكون لنا مزيد من اللقاءات وهتكون كاميرا النايل لايف وكاميرات شبكة NTN متواجدة أيضا بمحافظة الأقصر ونسبة الإشغال 100%. شكرا لكم، سعيد بلقائكم، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.